هل تقرقر معدتك من الجوع؟ ربما حان الوقت لوجبة خفيفة، لكن احترس مما تتناوله، فقد يكون حلوى جيلي متنكرة بشكل طعام حقيقي. راقبيني، أليست حركة رائعة؟ لنرفع مستوانا في اللعبة. ليس لهذه الدرجة. هل نحن داخل اللعبة؟ أمامنا خيار واحد فقط، المواجهة. هيا بنا. يبدو مثل برجر حقيقي، لكنه مصنوع من حلوى الجيلي. يبدو شهيا لي، ورائحته حلوة. أتعلمين؟ سأضيف له شيئا. ماذا؟ تعطي الشطة طعما لذيذا حتى للحلويات. طعمه جيد كما تشائين. أوه، إنه حار. المعذرة. لا بأس. ما الذي يحدث هناك؟ ذاب البرجر على ما يبدو. ربما حان دور طبقك. حصلت على وجبة BTS. لقد حالفني الحظ. أتمنى لو أن الفرقة معها، لكني راضية بنصيبي. لابد أن هذه الصلصات لذيذة. ألا تبدو شهية؟ حان وقت الأكل. تبدين شهية يا قطعة الناجت. سأغمسها في الصلصتين. حانت اللحظة. أشعر بإلهام كبير. أين أنا؟ يمكننا الرقص مثل الفرقة. هذا سحر الناجتس الشهية. لنرقص يا فتاة، ولنبدع مثل الفرقة. أصبحنا نجمتي كي بوب. افتحي طبقك أولا. لا، أنا مصرة. حسنا، ها هو. يا لظرافته، عيناه كبيرتان. ماذا؟ كلا، إنه لي بكل قطعة فيه. بنكهة الفواكه. أو حقا، ما ألذ طعمه. كان طعمه حلوا. ما الذي يحدث؟ لا أعرف، لكنه ليس جيدا. هل يمكنك التحكم فيه؟ تخيلي أن تقومي بهذا في حفلة. حان دوري. أليس ظريفا؟ ما أجمله وأحلاه. إنه صديقي الجديد، إلا إذا حولته للجانب المظلم. الجانب الوردي أفضل. أو حان وقت الرعب. هذا ممتع، كما لو أنك شخصان في واحد. أنت تخيفينني يا بريتني. يكفي، ليس مجددا. هل أنت متأكدة؟ لا أحد يعبث معي، لأني لطيفة للغاية. لم أعد أستطيع التحمل. أريد الذهاب للمنزل. سأفتح طبقي. ألا تزالين تحبين الدمى؟ إنها جميلة. لطالما أردت أن أصبح أما. ألا يناسبني هذا الدور؟ إنها ملاكي الصغير. أتذكرين أيام الطفولة؟ عندما كنت صغيرة كانت أحلامك تعانق السماء وطموحاتك كثيرة. ما أجمل أيام الطفولة. استيقظي. آسفة، لماذا لا تفتحين طبقك؟ حلوى جيلي على شكل قلب. إنها الطريق إلى قلبي. سأتناول قطعة خضراء أولا. تفاح حامض، تبدو هذه شهية. وجدتها. سأريك خدعة رائعة. هل تريد السباحة أيها الصغير؟ هل تعتقدين أنه يعرف السباحة؟ ليس مضطرا لذلك، إنه كبير على الوعاء الآن. ها
هل تفكرين بما أفكر به؟ سنعود حالاً. سيكون هذا عظيماً. هذا الدب على وشك أن يصير عملاقاً. إنه يكبر، حجمه يتضاعف. هل كانت فكرتنا سديدة؟ إنه قادم. أين أنا؟ هل هذه أذرع وثيقان حقيقية؟ مرحباً. يجب أن أستكشف العالم. مهلاً، أعد هنا لنتبادل. سوشي، أي طبق هو الحقيقي؟ يبدوان لذيذان. ثعبان البحر المفضل لدي، وأكلته في لقمة واحدة. لذيذ، جربي طبقك. سأبدأ بالسمكة الطازجة. تبدو حلوة، إنها طرية. لذيذة. بدت لذيذة بالفعل. مهلاً، انتظري، اختاري بطاقة. أعواد طبل، أتشوق لاستخدامها. مستعدة؟ واو، سيكون هذا مشوقاً. مرحى، 1، 2، 3، 4. هيا أمسكيها. هذا أصعب مما توقعت. إنها مثل أعواد أكل كبيرة، لكنها تعمل ولست غاضبة. لا يمكنني الإمساك بقطعة واحدة. هذه اليد الصغيرة غبية، لن أتمكن من الأكل بها أبداً. بدأت أعتاد على الأكل بها. لا أستطيع التوقف عن الأكل. بقي القليل فقط. إنها طيبة. أقسم أني إن لم أمسك بقطعة. حان الوقت لتجربة جديدة، لكنه مخاطرة كبيرة. نجحت الطريقة. هل تحتاجين إلى مساعدة؟ لقد انتهيت. أنت أولا يا كايلي. هذا مشوق، لم يسبق لي ارتداء الشارب. سأجرب ذلك الآن. أظن أنه يناسبني. افحصي طبقك. ما نوع هذا الشارب؟ من الجيلي طبعا. مهلا، يجب أن أوثق هذه اللحظة. لا تتحركي. ثقي بي، ستعلقين هذه اللوحة في غرفتك. سيفخر بي مايكل أنجلو. أريد أن أبدو مثالية. هل أوشكت على الانتهاء؟ إنها مثالية. أعني الشارب مثالي. لا أبدو كهذه الرسمة مطلقا. شكرا على أي حال. ها، متى نما هذا الشارب؟ هذه الحلوى طيبة. هل تتمنى لو كانت لديك حلوى جيلي عملاقة؟ ألا يبدو سوشي الجيلي شهياً؟ ولا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك. هل شاهدت هذين المقطعين؟ واشترك في قناتنا على اليوتيوب حتى لا تفوتك تحدياتنا الممتعة.